نبدأ بعناوين الأخبار مع الزميل شحادي عازم، محرر في موقع بنت وقناة هلا. مساء الخير. مساء الخير لك معاد ولجميع المشاهدين والمشاهدات. هلا كان تطلعنا على العناوين الرئيسية التي تتصدر موقع بنت الآن. نعم، نبدأ من الخبر الذي يرد من مدينة القدس. دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت قبل قليل أن عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك وصل إلى 250,000 مصلي، نتحدث عن 250,000 مصلين هذه الجمعة الثانية. يتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من ذلك إذا بقيت الأوضاع هادئة نوعا ما، وأن يتزايد العدد أكثر وأكثر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. دائرة الأوقاف الإسلامية في بيانها المحتل قبل قليل والمنشور في موقع بنت تقول بأن هذا العدد كان سيكون أكثر من ذلك، أكبر من ذلك لو أن السلطات الإسرائيلية لا تفرض قيودا على الدخول إلى المدينة المقدسة. القيود التي نتحدث عنها تتعلق بالجيل ميعاد وبالحصول على تصريح للوصول إلى القدس. ونبقى في شؤون مدينة القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك. الأعين تتحول إلى مدينة القدس الأسبوع القادم وهذا تحد للشرطة، ولكن الشرطة نجحت يعني في السنوات الأخيرة في منع تنفيذ المخطط الذي أتحدث عنه، وأن هناك حركات يمينية إسرائيلية تدعو الجمهور اليهودي إلى محاولة إدخال قرابين خراف صغيرة إلى باحات المسجد الأقصى المبارك ومحاولة ذبحها في باحات المسجد قرابين عيد الفصح. الآن هذه الحركات تعد من يستطيع من يتمكن من فعل هذا الأمر بالحصول على جائزة مالية تصل إلى 20,000 شيكل. الشرطة طبعا لا تسمح بذلك، ومن جانبها الأوقاف الفلسطينية الأوقاف في القدس دائرة الأوقاف الإسلامية تحذر من مثل هذه المحاولات وتدعو إلى يعني للضرب بيد من حديد ولمنع هذه الشريحة من الجمهور. وأيضا يعني يأتي ذلك في شهر رمضان المبارك اللي هناك حساسية أصلا وتحالة من خشية من حدوث توتر في محيط المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة. نعم. من بين العناوين ميعاد نتحدث عن القرار الذي هز أروقة القضاء الإسرائيلي والمتمثل بالإفراج عن زادوروف رومان زادوروف، هذا الشخص الذي قضى 15 عاما في السجن الإسرائيلي بعد أن أدين بقتل طالبة من هضبة الجولان قبل 16 عاما، تأير رادة التي نرى صورتها على الشاشة الآن. أمس المحكمة المركزية في مدينة الناصرة وبعد أن قبلت المحكمة العليا إعادة محاكمة زادوروف الذي يعني بعد أن اعترف بقتل هذه الطالبة عاد وسحب اعترافه، وأمس المحكمة يعني في قرار يعني أنا أظن أنه سيكون له تبعات كبيرة على جهاز القضاء الإسرائيلي وعلى النيابة العامة، قررت بأنه الشخص بريء، ولكن القرار يعني ليس بالإجماع ما بين القضاة الثلاثة وإنما بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد. المثير الآن في الخبر المنشور في موقع بنت أن هناك محامية من المرافعة العامة، هذه المحامية اسمها نوعا ميشور، هي مديرة قسم القضايا المعادل بت فيها في المحاكم عن طرف وهي من طرف المرافعة العامة، تعقب وتقول أن عدد قرارات المحاكم التي تتم إعادتها في إسرائيل بعيد جدا عن عدد الملفات التي تتم فيها إدانة أشخاص بشكل خاطئ. ما يفهم من حديث هذه المحامية أن هنالك مثل زادوروف أشخاص يعني آخرين في السجن. نعم. أيضا نتحدث معاد عن عناوين أخرى التي نشرت في موقع بنت اليوم على مدار هذا اليوم. نتحدث عن أنه رغم أنه قرار خفض الضريبة المفروضة على الوقود البنزين، إلا أنه يوم غد مع بداية شهر جديد لن يكون تغيير في سعر البنزين. السبب يعني هناك يعني ارتفاع في سعر البنزين في منطقة حوض في الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط على الرغم من الانخفاض على مستوى العالم في الأسعار. ماذا بشأن إطلاق النار الذي استهدف مجلس الريني الليلة الماضية؟ ماذا تقول الشرطة عن هذه الحادثة؟ نعم، مجلس الريني المحلي تعرض الليلة الماضية إلى إطلاق نار،
كما فهمنا من مراسلنا فتح الله مريح بانه الذي تحدث مع رئيس المجلس ان واجهه المجلس المحلي تعرضت لاضرار بسبب اطلاق النار. الشرطه تقول بانها اعتقلت شابا بشبهه الضلوع بهذه الحادثه وعلاقته بهذه الحادثه. المجلس المحلي عقد جلسه طارئه صباح اليوم وهو يطالب الشرطه يعني بالكشف عن هويه الجاني وتقديمه للمحاكمه. ميعاد ملاحظه، هذه الحادثة تأتي بعد نحو أقل من أسبوعين من حادثة مشابهة في قرية كابول. هناك أيضا يعني وابل من الرصاص، عشرات العيارات النارية استهدفت واجهة المجلس المحلي في كابول، وهذا ينضم للمقدمة التي ذكرتيها لحالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع العربي. الاعتداء على مؤسسة مثل مجلس محلي، واعتداء بنظري على كل بيت. الاعتداء في مدينة الطيبة الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي مطلع الأسبوع، يعني يوم الأحد تم الكشف عنه، لما مجهولون يقومون باقتحام مدرسة يلحقون الأضرار ويقربون ويسرقون ويسرقون الحواسيب، مدرسة ابن رشد في الطيبة، هذا أيضا اعتداء على كل بيت، هذا اعتداء يعني لا يختلف على المدرسة في الناصرة. صحيح، نعم، المدرسة في الناصرة، هذا شأن وشأن الاعتداء على المسجد وعلى الكنيسة وعلى بيوت العبادة وعلى الخلوة، هذا يعني ولكن معاد يعني ما يمكن أن أقوله بجملة واحدة، من يعتدي على أبسط الأمور تهون في نظره أكبر الأمور، ولذلك يعني هذا الأمر يحتاج إلى كيف مجتمعنا يحتاج إلى نفض تربوي من ناحية التربية في كل المفاهيم المتعلقة بهذا الأمر. نعم، ختاما لنتحدث عن حالة الطقس، يبدو أن الشتاء يأبر رحيل. نعم، في اليومين الأخيرين درجات الحرارة تراجعت بشكل كبير وكأننا يعني في عز الشتاء مثل ما بيحكوا. اليوم طرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، نشاهد على الشاشة يعني الفيديو من منطقة الكرمل من الأيام الأخيرة اللي تم عرضه في قناة هلا أيضا للطيور المهاجرة. لا أدري هذه الطيور يعني لا أظن بأنها كانت تتوقع مثل هذه الموجة من البرد. صحيح، في هذه الفترة. نعم، ولكن يعني أيضا بخصوص يوم غد السبت، الراصد الجوي يتوقع أن يكون الجو باردا نسبيا مع ارتفاع طفيف جدا على درجات الحرارة، الجو يكون غائم جزئي. هناك بعض المناطق التي شهدت بالفعل أمطار قوية شديدة وبشكل لافت في منطقة النقب، أمس في منطقة رأس كانت أمطار قوية كما تحدثنا مع أهل من هناك. يوم بعد غد الأحد الرصد الجوي يتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن الأجواء تكون معتدلة أكثر، تتخطى 20 درجة مئوية في بعض المناطق. جزيل الشكر لك الزميل شحادي سامي عازم على هذا الموجز. رمي عادم.